وانشراح الصدر أمر مهم في استقامة الإنسان وفي صلاح حاله وفي قدرته على أداء المطلوب والواجب أو تحققه بما ينبغي له في العبودية وأداء حقوق الربوبية. لهذا نجد سيدنا الكليم لما كلف بأعباء الرسالة والذهاب إلى مخاطبة الهوى الشديد في الأرض وقوة الكفر المزمجرة في الأرض، الذهاب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري حتى أقوى على حمل هذه الرسالة وأديها على الوجه الذي تحب، لا أقصر فيها ولا يعتريني ويعترضني أمامها خوف من غيرك ولا إرادة لسواك ولا تقصير في بيان ولا ميل إلى شيء مما يعرض للإنسان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أعني على حسن البيان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي جد بي أزري وأشركه في أمري. فهذه عدد القائم بأمر الله والداعي إلى الله تبارك وتعالى، انشراح صدر وتيسير أمر وحسن بيان ومؤازرة من إخوان في الله تبارك وتعالى وتعاضد معهم، هذه عدد الداعي، عدد الداعي القائم بأمر الله تعالى في الأرض. ومن عظيم ما يستفيدون من ذلك أنه يتيسر لهم الذكر الكثير والتسبيح الكثير، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، انظر أعطيتك هذا وقد سبقت لي منك وقد سبقت لك مني العناية والرعاية من البداية، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمكم يا أخو قد نحن نراعيك بعنايتنا من قبل، فنتم الآن عليك أيضا نعمتنا، وقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى حتى انتهى الأمر واصطنعتك لنفسي، وانتهى الأمر ولتصنع على عيني. يا ربنا أكرمنا.